معنا من القاهرة أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة دكتور إسلام عنان. أهلا وسهلا بك دكتور إسلام معنا في المساء. بداية، ما نوع الخطأ وأين يمكن أن يحدث يغير من النتائج، نتائج العينات لمصابين يعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا؟ مساء الخير. عموما اي تحليل واي تيست بيحصل لاي فيروس او اي مرض عموما بيبقى فيه دايما نسبه بيسموها فولس بوزيتيف وفي نسبه بيسموها فولس نيجاتيف، يعني ممكن يطلع التحليل ايجابي وهو في الاصل سلبي بالخطا او العكس. وكل جهاز وكل تحليل بيبقى معروف النسبه بتاعته قد ايه. فاول الامر اول ما ابتدى التحاليل لفيروس كورونا كان نسبه الفولس بوزيتيف ونيجاتيف عاليه لغاية ما ابتدى يبقى فيه براءات الاختراع زي ما شفنا في الأسابيع الأخيرة من الـ FDA، سواء كان للديفايسز اللي هي بتطلع التحليل في 15 دقيقة واللي بتطلعه في 5 دقايق، ودول نسبة الفولس نيجاتيف والفولس بوزيتيف بتاعها أو الإيجابي الخطأ أو السلبي الخطأ أقل، بس لسه في نسبة. ده حاجة متعرف عليها في التحاليل عموما، وده اللي بيخلينا إلى حد ما يعني لما يطلع نتيجة نيجاتيف إن احنا نعيده 3 مرات، وده موجود في بروتوكولات وزارات الصحة على مستوى العالم وفي الشرق الاوسط والعكس برضه. الحاجه الثانيه ان احنا لغايه دلوقتي احنا ما عندناش معلومات كافيه عن الفيروس، احنا هنلاقي ان كل اسبوع اسبوعين بيطلع تقارير من الـ WHO من منظمات الصحه عموما ان احنا لسه بنحاول نكتشف هو الفيروس ممكن يجي تاني بعد ما حد يخف منه ولا لا، وفي احتمالات وفي احتمالات لا، فاحنا لسه معلوماتنا عنه مش دقيقه ومش كافيه ان احنا نعرف نحكم في الموضوع ده. طيب المعلومات مش دقيقة، لكن هل كان هناك من نسبة خاصة يعني وأن منظمة الصحة حذرت اليوم من نتائج تحاليل يعني ربما تكون مغلوطة؟ لو مغلوطة عن عمد يعني دي حاجة برانة يعني مش هنقدر نحكم عليها، لكن لو مغلوطة عن طريق خطأ طبي ده هيبقى شيء متعارف عليه. هي الفكرة كلها إن في مراحل كتير لغاية ما العينة يطلع التحليل بتاعها سواء كان إيجابي أو سلبي، منها طريقة أخذ العينة نفسها، حجم العينة قد إيه، هل كافي للتحليل ولا لأ، الطرق نفسها لأن في طرق كتيرة للتحليل قبل ما النتيجة تطلع، بعد كده النتيجة لما تطلع اللي بيقرا التحليل هل عرف يقراه كويس، الشخص الباثولوجيست نفسه عرف يقرا التقرير وعرف يكتبه كويس ولا لأ. ففي تقريبا 5 مراحل من اول ما باخد العينه من الشخص لغايه ما التقرير بيطلع، في كل مرحله ممكن يطلع ان فيها خطا يا اما من الجهاز نفسه يا اما من الشخص نفسه، بيسموها هيومن ايرور او سيستم ايرور. فبالتالي النصايح اللي قدمتها WHO هو ان احنا نتاكد من ان يبقى في سنتراليزيشن او مركزيه في اجراء التحاليل، وده اللي احنا شفناه مثلا حاليا في السعوديه ان هو عملوا مكان واحد هو اللي طلع التحليل، شفناه في مصر ان حددوا اماكن قليله والامارات كذلك ومعظم الدول العربيه. ده هيقلل شويه الفولس بوزيتيف ونيجاتيف ويقلل الخطا البشري الهيومن ايرور. طيب هنا دعني اسالك، يعني هل يمكننا ان نقارن الموضوع مثل مثلا الانفلونزا العاديه وما يعرف او المتصل بالانفلونزا العاديه وهو ربما الانتكاسه، هذا يمكن ان يكون الوضع ايضا مع فيروس مثل فيروس كورونا؟ سؤال كويس جدا. الناس متخيلة إن طالما جاله الفيروس، شخص جاله الفيروس مرة ده استحالة إن يجيله تاني. خلينا دايما نقارن ما بينه وما بين الأنفلونزا. الناس بيجي لها أنفلونزا مرة واثنين وثلاثة، ممكن في نفس السنة في نفس الموسم ممكن تيجي مرتين، وكل موسم ممكن يجيله الأنفلونزا. فبالتالي الشخص لو جاله مرض من فيروس مش معناه إن هو طول عمره هيفضل إميون من الفيروس ده. هي فرصة إن هو يجيله تاني بتبقى أقل. لغايه دلوقتي ده اللي كنت بريفير او بشير اليه في الاول ان احنا حجم معلوماتنا قليل جدا، لغايه دلوقتي ما عرفناش نتاكد هل اللي جاله الموسم ده مش هتجيله نهائيا هذا الموسم، بس ستيل الشخص ده معرض ان يجيله الموسم اللي بعده تاني، حتى لو كان قلنا ان هو في الموسم ده مش هيجيله او خلاص الميونيتي سيستم طلع الميونو جلوبلين اللي هتخليه مش هيتعرض له تاني. فدي نقطه مهمه، ودي الى حد ما تخلينا ناخد احتياطاتنا، لان انا حاسس ان الناس ابتدت تبقى اهون شويه في الاحتياطات وابتدت الاحتياطات بتاعتهم تقل. طيب ساستفيد من وجودك معنا دكتور اسلام، وربما هنا ايضا ساسالك سؤال يعني لا ادري ان كنت تملك الاجابه، ولكن يعني ما يخطر لدينا من اسئله او واحد من هذه الاسئله، هل سيكون الجسم اصبح لديه مناعه كما ذكرت في اجابتك السابقه، ام اننا هنا نتحدث عن اصابه مجددا لان الفيروس تحور نوعا ما؟
دي نقطة برضو مختلفة وعليها أبحاث، لأن اللي إحنا إلى حد ما اتأكدنا منه، وهتلاقينا دايما بقول إلى حد ما بقاش في حاجة سيرتن أو متأكدين منها 100%، إن في تو سترينز أو فصيلتين، فصيلة منهم ال L وال S، فصيلة منهم أقل شراسة، دي زي اللي كانت موجودة في الصين وفي آسيا، وفي منها الأكثر شراسة زي اللي موجودة في إيطاليا وأوروبا وأمريكا. فتحور الفيروس ده حاجة احنا معتادين عليها من كل الفيروسات. الفيروسات عادة بتتحور من موسم لموسم، عشان كده احنا مصل الانفلونزا مثلا بنغيره كل سنة. احنا مصل السنة اللي فاتت ما ينفعش تاخد السنة دي، كل سنة بيطلع مصل جديد لان التحور موجود. ففكرة السرعة في التحور هو ده اللي احنا بنبحثه، او مراكز الابحاث بتشوفه دلوقتي، هل تم التحور في نفس الموسم ده؟ لو تم هيبقى دي برضو صفة جديدة في فيروس كورونا، مش موجودة في كل فيروسات كورونا، ومش موجودة في معظم الفيروسات المتعارف عليها اللي بتصيب الإنسان. احنا الفيروس ده عموما لغاية دلوقتي طلعنا فيه كمية اكتشافات مختلفة عن بقية الفيروسات، سواء من نفس العائلة كورونا أو بقية الفيروسات اللي بتصيب الإنسان. هو فيروس غريب يعني في حد ذاته صراحة. ومن هنا نجدد الدعوة للجميع للالتزام بالإجراءات والتعليمات والبقاء في المنازل. عموما أود أن أشكرك أستاذ اقتصاديات صحة وعلم انتشار الأوبئة دكتور إسلام عنان، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك.